فترة رمضان حتى يستريح، واحد يحس بطعمته، حياة حلوة كلها مرح وفرح وضحك ولعب، يكون عنا عرس نهيص ونغني ونفرح. مرات أتذكر يعني نكون قاعدين ما تعرف شلون عم تاكل، بس هون يعني قاعدة لحالي غربة، يعني إجباري واحد ما يحس بطعمته بصراحة. اسمي ابتسام حمو، من سوريا، منطقة قامشلي. بتمنى إن شاء الله نرجع، يعني خايفة أروح على سوريا تكون كل هالعادات والتقاليد اختلفت. أول شيء سلامة أولادي، الله يبعد عنهم كل مكروه، والله بتمنى لهم كل الخير والصحة والسلامة، وإن شاء الله كل مغترب إن شاء الله بهالرمضان يعني يجوا يتلاقون مع بعض، كل العوائل ترجع.